مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة بإذن الله نشوف مهارات جديدة ونعمل مع بعض الوصفات حضراتكم طلبتوها بناء على يعني طلباتكم. هنعمل وصفة البرجر اللحم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ان شاء الله رب تنول الاعجاب. وهنعمل معها صوص كده حلو للجبن اللي بتبقى دايما الملطة دي الدايبة اللي بنبقى دايما ايه بنلاقيها محطوطة في المحلات وقت ما بنروح مثلا ريستورانت عشان الولاد ياكلوا، فبنلاقي ساندوتش كده فيه تشيز. هنعمل الفكرة بتاعتها عشان تبقى سهلة في البيت اذا حضراتكم حابين تعملوها بدل ما تشتروا الجبنة السلايدز او الشرايح بتاعت البرجر زي ما كنا بنشتريها. طيب هنقول بسم الله ونبدأ في وصفة البرجر اللحم، وان شاء الله هنعمل برضو برجر الفراخ. يعني هنبدأ كده كل حلقاتنا نطعم الاسبوع بتاعنا وصفات صحية، وصفات فيها مصنعات، ووصفات فيها طبعا اصناف من يعني من الاكلات النباتيه عشان اخواتنا اللي بيصوموا او اخواتنا الفيجيتيريان او النباتيين. بسم الله، عندي نص كيلو من اللحم المفروم، وافضل يبقى فيه نسبه دهون. يعني احنا لو هنجيب اللحمه المفروم يبقى فيه 10% دهون، لو على نص كيلو، لو على الكيلو يبقى فيه 20% دهون. طيب عندي بصله مبشوره، عندي معلقه صغيره من المستردة، دي بطعم بيها او مكانها بذور الخردل تبقى حلوه قوي قوي، ممكن تطحنوها. طيب بيبقى فيه منها كمان برطمانات في السوبر ماركت اذا حابين. عندي من السبع بهارات، عندي رشه جوز الطيب، ملح وفلفل. انا مش هحط اي حاجه تانية من الاضافات الاخرى يعني عشان نطعم الايه البرجر بتاعنا بشكل لطيف. طيب الصوص بتاع الجبنه الشيدر انا هقوله برده مع حضراتكم، هنزله مره تانية لما نبدا نشتغل فيه. فعندي للصوص الخاص بالجبنه الشيدر الحمراء هو معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الدقيق، كوبايه من الجبنه الشيدر المبشوره، كوبايه لبن، معلقه كبيره من المستردة حسب الرغبه. لو بتحبوا الطعم مفيش، ممكن نستبدلها ببذور الخردل. دلوقتي بقى احنا هنبدا نعمل وصفه لطيفه جدا هي البرجر. تعالوا كده نوريكم الاول، انا جايبه المكبس بتاع البرجر اهو، في منه بيبقى مكبس عادي ولو ما عندناش هقول لكم تعملوا ايه البديل، مفيش اي مشكله خالص. ده مكبس اتنين يعني بيحط برجرتين، بيبقى ده شكله، بيتباع طبعا في المحلات يعني موجوده بتاعه الادوات المنزليه عادي، ما هوش غالي يعني. بيبقى ده شكله، بيبقى فيه كده العلامات بتاعه الجريل عشان يدي تضليعه حلوه كده للحم، وده الايه اللي بنكبس فيه اللحمه ونحطها كده. هنعمله دلوقتي مع بعض سوا، في منه بيبقى اتنين وفي منه واحد، واحد بس لوحده. وممكن البديل ليه لو هنعمل الحجم ده مثلا ينفع الغطا بتاع الجبنه المثلثات، نحط فيه كيس ثلاجه يعني الموجود زي ما بيقول ايه هيعمل معانا شغل ان شاء الله. طيب هاجي بقى هنا، خليني اجيب بوله. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد بوله كبيره شويه هحطها هنا، واسمحوا لي ايه هحط اللحم المفروم. بسم الله، والبصل ممكن البصل ده يعني استغنى عنه ونحط بصل باودر، ممكن قوي ما تحطوش بصل فريش مفيش مشكله، لو مش عايزين تبقى هي فيها اي حاجه منها او قطع البصل دي تبان مفيش مشكله. وعلى فكره انا عملته قبل كده بكذا طريقه، يعني كذا مره بالكاتشب وصوص الباربيكيو او صوص صلصه الشواء، بس ما حطيتش اي حاجه تاني وعملت اللحمه مع بعض وكبسناها، يعني اقصد يتعمل باكتر من طريقه. تعالوا كده نقول بسم الله، ناخد شويه من البصل مش عايزه كتير كده كده دول، وهاخد كميه اللحمه. وعايزه من البهارات ورشه جوز الطيب، هحط كده من دي، ممكن تبقى بهارات لحمه، عندي رشه جوز الطيب. بسم الله كده. هضرب بقى بالهاند بلندر يعني كل الكميه دي عشان انعم اللحم شويه، وهاخد كده معلقه بس من الخردل، تقدروا تطحنوها لو انتوا حابين، بس هي تطحن اوريدي مع المقادير بالهاند بلندر. وهاخد رشه ملح وفلفل، وناخد منى. اهلا وسهلا يا استاذه منى، اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا بهنيكي على البرنامج الجديد العظيمه. يا رب يبارك في عمرك حبيبتي، اسلميلي. انا بهنيكي على البرنامج الجديد العظيمه، متشكره لحضرتك جدا.
انا بهنيك، انا لسه متابعاكي بس من امبارح يعني. حبيبتي ده شرف ليا والله متابعتك. تسلم ايدك على الحاجات الجميله اللي انت بتقدميها لنا دي يا حبيبتي. حبيبتي كتر الف خيرك. تسلمي. تسلم ايدك على الحاجات الجميله. بنشكرك على كل الحاجات الحلوه وان شاء الله نتابعك على طول. باذن الله. شرف ليا على راسي على راسي يا فندم. تسلميلي يا استاذه منى والله، وشكرا لمباركه حضرتك وميرسي ان حضرتك تابعتينا مره ويعني وعايزه تتابعينا تاني. شكرا ليكي. خليني بس كده اظبط. اظبط بس المكان بتاعه. بس اظبطه ظبط كويسه. خلاص تمام تمام تمام. بسم الله. بصوا بقى هبدا اعمل كده عشان انا عايزه انعم خليط اللحم. فاكرين حضراتكم زي ما عملنا في الكفته بتاعه العدس. بصوا بتنعم ازاي. بصوا والله احنا هنحط حاجاتنا. هو اصلا دلوقتي بيتباع جاهز، بس انا ليه بقول الفكره ان احنا نعمله؟ عشان الجزار مش هيقف يعمل لي نص كيلو، مش هيعمل لي كيلو، اكيد مش هينعمها لي. هو هيداني مفروم وعمره ما هيعرف ينعمها كده الا من خلال الكبه او من خلال الهاند بلندر، عشان اديها ضربات تخليها زي المعجون كده. هو مش هيعملها لي كده لو فرمالي كذا فرمه بقى، يعني ايه تاخد فرمتين ثلاثه في. وهو عنده طبعا اكيد بيسالوني يقولي ليه ما بنعملهاش عند الجزار، عشان هو عنده طبعا الماكينه كبيره بتاخد كميه كبيره كده. شايفين ازاي؟ خليني بس ايه امسكها بايدي كده اشوف الخليط اهي، عشان لو في حاجه ما ضربتش كويس اقلب الخليط كويس كده. اهو بدا ينعم. نعمله كمان ضربه كمان. بسم الله. عايزه كيس ثلاجه يا محمد. اعمل كده. بصوا بقى معانا حاج احسان. اهلا وسهلا. طب حاولي تكلمينا تاني حاج احسان. تسلم ايدك يا محمد. طيب هنبدا بقى. انا دلوقتي لو عندي المكبس او من غير المكبس، لو عندي علبه انا هتعامل بيها زي ما اتفقت مع حضراتكم، ايا كان الفورمه او الحاجه اللي انا هحط فيها. انا يهمني ان انا احط فيها كيس بلاستيك كده، انا بحب احطه كده عشان اللحم ما يلزقش. وهاخد كده كميه على حسب احنا عاوزين القرص بتاع البرجر ده قد ايه. خلينا كده نشوف مع بعض سمكته قد ايه. هو ده القالب كبير فبيعمل برجرية كبيرة. خلوا بالكم البرجر ده في بعض المحلات والمطاعم يعني بيبقى بالوزن، يعني 200 جرام 150 زي ما احنا عايزين، على حسب بيعمل لنا اللحم ده بيبقى فريش كده. وما بيعملوه كده وقتي ويشوحوه قدامنا على الجريل المحلات يعني ريستورانت الراقية يعني اللي بدأت فاهمة ان الواحد بيبقى عايز يطمن ان اللحم دي لحم طبيعي. طيب معانا أم إسلام. أهلا وسهلا. صباح الفل. اهلا بيكي يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. صباح الهنا. مني انا. حبيبتي ربنا يخليكي حبيبتي. تسلم ايدك. تسلم عمرك يا روح قلبي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. والغدا عندك النهارده؟ انا موافقه جدا والله، واللي يرجع في كلامه. بس انا ما بحبوش والله. شفتي بقى ما ضغطت عليكي اعترفتي ازاي؟ حبيبه قلبي نعمل لك اللي بتحبيه كله والله. نعمل لك اللي بتحبيه. عايزه اقول لك بس
ربنا يخليكي. عايزه اقول لك اني عملت المسمسيه بطريقتك طعمها حلو قوي. ها بس ايه قولي. اللي هي المسمسيه المجففه. ايوه بس هي طالعه لونها غامقه شويه. بصوا بقى حلو قوي السؤال ده. المشمشيه في البيت مش زي بره، هما بيحطوا لها مواد معينه بتخليها لونها فاتح. طيب انا عنديش غير حاجتين احطهم اساعد اللون يفتح، هي زيت البرافين يساعد على لمعه الفاكهه، وان انا احط بيكربوناته او الملح ليمون او عصير ليمون. الليمون ليه بقى؟ ليه؟ علشان تساعد ان الفاكهه ما تغمقش. بس خلوا بالكم برضو ده فاكهه طبيعيه، لازم يبقى لون المشمش يغمق. هيغمق لازم عن الطبيعي، ما تفتكروش انه هيطلع زي بتاعت بره، استحاله. لكن هتطلع جميله وهنجففها وهتبقى ممتازه وهتبقى حاجه هي فريش. هي فعلا جميله وتسلم ايدك والله. تسلمي يا روح قلبي تسلمي. لكن انا بقول دول الحاجتين. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي. غامقه عاديه وتتشال وتتحفظ في كيس حفظ وتتفرغ منه الهواء وتحط في الفريزر بس عشان تحافظوا عليها، لان دي فاكهه طبيعيه في الاخر. احنا ولا حطينا لها اي حاجه صناعيه ولا كيماويه ولا نيله، احنا عملناها الحقيقيه. وعلى فكره القراصيه بتتعمل، بس انا اسمحوا لي انا عايزه اقول لحضراتكم ان القراصيه بتتعمل من البرقوق، مش النوع بتاعنا احنا اللي في مصر المسكر اللي هو المحمر، لا بتتعمل من نوع برقوق بيبقى لونه يعني زي بيقولوا عليه لون شبه البتنجاني شويه كده، غامق اسود شويه وبيبقى مطول شويه كده، وبيبقى اعتقد من انواع المستورده لانه بذرته بتبقى صغيره ولحمه كتير. لكن بتاعنا احنا فيه نسبه سكر عاليه وسوائل عاليه، فاول ما هتيجوا تجففوه هتلاقوا بتنزل سوائل كتير جدا وهتفضى مش هتبقى مليانه. بصوا بس كده. حاضر يا روح قلبي. بصوا كده ادي البرجر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هجيب طبق كده ممكن احط فيه بسم الله شكل البرجر هنا حضراتكم تشوفوه. طبعا لازم يجمد، عايزين بقى تحتفظوا بيه يعني في الفريزر. يبقى هنجيب طبق ونحط كل قطعتين ونحط بينهم كيس ثلاجه زي كده ونغطي ونحط قطعتين فوقهم ونقفل ونشيل في الفريزر. وقت ما نعوز نستخدمه هنطلعه زي ما انا عامله كده. بصوا حضراتكم يجمد شويه، ويعني هو جامد، نسيبه بس يهدى شويه في الثلاجه يفك سنه نقدر نشيل من عليه الكيس زي ما انا عامله كده اهو. بصوا كده اهو، ونبدا نشتغل بيه على طاسه او على جريل نبدا نستخدمه. كفايه ان هو حاجه معموله في البيت، مكونات طبيعيه، واحنا الحمد لله ضامنين اللحمه بتاعتنا جايبينها من عند الجزار وممتازه. طيب احنا كده بس انا هشيل دي، ده كده الخس. معلش انا بحط على الخس لو تلاحظوا ورقه منديل كده او ورقتين مبلولين تحافظ على ان الحاجه تفضل فريش، يعني اذا حاطه خضره اذا حاطه خس عشان ما يغيرش اللون. طيب هنبدا بقى دلوقتي. احنا عملنا اهو قدام حضراتكم البرجر، وطبعا هنسخن دلوقتي طاسه بس انا مستنيه ان تفك سنه. وتعالوا نجرب الصوص كده بتاعنا اللي عايزين نعمله، اللي نقول انه شبه حاجات بره ولكن بسيط. عشان كده بقول لحضراتكم دايما ما ترموش لو عندنا بواقي اجبان ونشفت، مش يعني احنا مش هنستخدمها قوي في الاكل الطبيعي في سانشيت. حضراتكم احتفظوا بيها في كيس في الفريزر، ليها وقت هنحتاجها فيه. طيب انا دلوقتي هستخدم الصوص ده، وخلينا ننزل مقاديره عشان برضو حضراتكم تبقوا معايا في المقادير مره تانية لو كان لسه في حد منضم للحلقه بتاعتنا دلوقتي. الصوص بتاع الجبنه الشيدر الحمراء هو عباره عن معلقه كبيره من الزبده، مكعب زبده يعني، معلقه كبيره من الدقيق، عندي كوبايه من الجبنه الشيدر المبشوره الحمراء. لو عايزين اللون ده عايزين تعملوا ميكس بالاثنين ماشي، عايزين الجبنه الشيدر الصفراء اللي يريح حضراتكم، كوبايه من اللبن، معلقه كبيره من المسترد او الخردل، لان في ناس ما بتحبش المسترد، وعلى ان الخردل هو اساس عمايل المسترد كماده خام يعني. وعايزه اقول لكم الخردل ده ليه فوائد كتير جدا، نقدر نستغله كمان في تتبيلات الفراخ وكل الحاجات البيضه، اللحوم البيضه والشواء ومع اللحمه مع بعض الصوصات، رائع لان هو غني جدا بمضادات الاكسده وحمايه من البكتيريا والفطريات، فيه ليه فوائد كتير الحقيقه كويسه جدا. تعالوا كده، يعني في ناس كتير تقول لك انا بستخدموه كتير، وفي ناس بتحطه على مشروبات بتاعتها،
عشان يقلل من الالتهابات والالتهابات الخاصه بالانف والجزئيه بتاعه البرد دي اللي بتحصل لنا ساعات. طيب انا هاخد كده هخلي بذور الخردل هنا يعني ايه هديها تشويحه كده معلقه كده عشان استفيد منها، وممكن نطحنها. بس كمان خلوا بال حضراتكم هي ليها الوان كتيره وكل لون ليه فوائد عده، يعني ده اللون المسفرد شويه في منها الوان تانية، في منها لون اسود. الالوان التانية دي يعني ليها اكتر من لون كده، في منها لون تاني ابيض هتلاقوه فاتحا كده لونه ابيض خالص، وفي منه البني اغمق من ده شويه. يعني الاسود ده اكتر طعم بيبقى قوي شويه الحده بتاعته، يعني ده اخفهم اللي هو بيتباع عندنا عند العطارين اللي هو اللون ده، ده معتدل. لكن في منه البني ده يعني ايه اقل حده شويه من الاسود، لكن في حده. لكن بتاعنا ده الطبيعي معتدل تماما، عشان كده لما بنقدر نعمل منه المستر ده وده الخردل، عشان تعرفوا بس في درجات منه وفي طبعا انواع منه. طيب هنزل بقى انا كده الدقيق معلقتين كده، وخلينا بالوسك الصغير ده نشوحهم كده. بسم الله ان شاء الله. كل اصدقائي اللي يعني بعتوا لي على الخاص وقالوا عاوزين نعمل حلقه فيها ان احنا نقدر ننفذ الجبنه الشيدر دي في البيت في جبنه رومي. انا عمري ما هعرف اعمل الجبنه الرومي في البيت بنفس اللي حضراتكم بتاخدوها، لان دي ليها تكنيك زي بالظبط الجبنه الريكفور او البلو تشيز، ما ينفعش. لكن اتحايل عليها اقول بديل الجبنه الرومي واعمله لحضراتكم بطريقه جميله جدا ان شاء الله. على فكره انا عملته قبل كده، لو في حد مستعجل وحابب يشوفه يكتب على اليوتيوب هيلاقيه. لكن اوعد حضراتكم باذن الله نعمل حلقه خاصه بالشيدر الحمراء الشيدر الصفراء، ونعمل كمان البولوبيف لان في ناس بتحبه قوي، في ناس بتحب البولوبيف جدا في البيت بس ما بتقدرش تشتريه، هنعمله من اللحم بتاعنا. وفرصه ان احنا داخلين ان شاء الله على العيد الكبير، فهيبقى الناس المتوفر فيه يعني من اللحوم، او عاملين حسابنا ان الوقت ده من السنه احنا بيبقى عندنا كميه من اللحوم لا باس بيها نقدر نستفيد منها ونعمل البولوبيف. البسطرمه لو حابين تعملوها هتحتفظوا بالعرق التريبيانكو لانه هو ده اللي بنعمل منه البسطرمه الحقيقيه الجميله، وهقول لحضراتكم خطواتها وفرصتنا في الصيف. استحاله تعرفوا تعملوا بسطرمه في الشتاء لانه التجفيف بتاعها بيحتاج نسبه حراره للشمس قويه او تهويه قويه، واحنا ما بقاش عندنا ده قوي يعني. الشمس انا شايفه انها احلى مجفف طبيعي هايل. المشمشيه بنحط زيت برافين في الميه، لو عايزين الفاكهه لمعه زيت البرافين دوره يخلي الفاكهه لمعه، تحافظ عليها من انها يعني تحتفظ بشكلها. لكن القراصيه برضو ممكن نعمل ده، بيتحط لها نسبه زيت. بسم الله. التين بنحط له دقيق ونشا عشان التين مختلف، ماشي الكلام. هاخد كده، نقدر طبعا نحط لبن او نقدر نحط كريمه اذا حضراتكم حابين. هنبدا بقى ندوب الخليط ده، ممكن اخد كده، وانا هجيب كده هسخن بقى هنا كمان عشان اعمل اشوح بقى البرجر مع حضراتكم، نعمل ساندويتش كده جميل. هبدا كده ايه اخلي التشيز دي تسيح، ولو عايزه هزود ممكن اجيب شويه كريمه لو عندنا محمد شويه كريمه صغيرين هاتهم لي في بوله صغيره كده. كريمه كمان بتبقى جميله اصلا بره بيعملوا الكريمه دي اللي هي الكريمه الطهي يحطوا فيها الجبنه دي على طول ويدوبوها. احنا هنا بس اديناها قوام شويه عشان تبقى جميله ومتماسكه، وهنعمل الصوص ده مع بعض. وبذور الخردل بصوا جميله وظاهره ازاي في الصوص، تدي طعم حلو قوي. خلاص الصوص كده خلاص. لا مش عايزه اخفها. ايه يا نودي احنا بتقولي ايه؟ انا بسال بس ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه يا فندم. هحط شويه كريمه عشان خاطرك بس. ماشي يا نودي. ناخد كده طاسه بسم الله نحطها هنا تسخن، وممكن هنا يا محمد خد دي اهي. هنعمل كده بصوا بقى. ماشي يا سيدي ماشي، اما اخفوا بقى احطها لك. حاضر. بصوا هي قوامها حلو ازاي، انا احط شويه كريمه بس، هي طبعا ايه هتبقى ماسكه فوق البرجر مش هتقع يعني مش هتبوظ يمين ولا شمال.
طيب انا عايزه بس اديها بعد اذنكم رشه بسيطه، رشه بسيطه من الملح عشان احنا حطينا لبن فخف شويه من الايه، من الطعم الملوحه بتاعه الجبنه. تمام كده، وهيجيب لي هو الكريمه هضيفها دلوقتي واخليها ايه ليكود عن كده شويه عشان خاطر ندى. هسخن هنا بقى شويه مسحه زيت كده بسيطه، هاخد منديل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مش عايزاه يبقى كتير قوي، بسيط، يسخن تسخن قوي عشان تاخد الايه الصدمه دي فتمسك من تحت. ايوه تعمل الصوت اللي احنا متعودين عليه عشان تمسك وتعمل فريم كده من تحت. تسلم ايدك يا محمد ما تحرمش. هرجع دي كده على النار، نحط شويه الكريمه الحلوين دول عشان خاطرك يا نودي. خلي دي هنا ونقلبهم كده عقبال ما الطاسه دي ايه لا ما تقلقيش ما تقلقيش يا روحي كل ده يا نودي حصل يا ندى كده. ما انا خدت بالي طبعا طبعا كده اهو. طبعا الدقيق بيخلي الايه، طبعا انتوا لما هتضطروا تزودوا كده لبن او كريمه هتديكوا كميه حلوه. انا حطيت زي ما حضراتكم شفتوا معلقتين بس من الدقيق اهو. بذور الخردل دي اكتر حاجه عجباني في الصوص ده عشان الاستفاده بفوائدها، بس كده اهو. حلو كده، شايفه كده يا نودي؟ حلو كده تمام. ماشي يا فندم، تحت امرك يا فندم. طيب كده وهناخد بقى هنا، ما تقلقيش يا اسراء انا عامله حسابي وهبلغ مامتك اهو على الهوا ان انا باكلك وبخلي بالي منك، ما تقلقيش انت في ايد امينه. احمد انت عامل دايت؟ انا ان شاء الله هظبطك بعد ما تخلص الاسبوع بتاعك في يوم الكسر، هعمل لك كل اللي انت عايزه. احنا اتفقنا يا احمد. تسلموا لي حبايبي. عايزه اقول ان انا يعني احساس داخلي كده جوايا كان عندي تخوف منه جدا بوجودي في قناه الاهلي، كنت متخوفه جدا في الاول. وبعدين عايزه اقول لاصدقائنا اللي كانوا بيتابعوا وممكن يكونوا هم مش اهلاويه، بس ايه المشكله؟ أنا في الآخر بقدم برنامج في قناة الأهلي. أنا أهلاوية بس مش متعصبة لدرجة إن أنا ما احترمش النوادي الأخرى يعني. بيجي لنا ناس، وكانت معانا المدربة لكرة اليد مي، وكان جوزها راجل زملكاوي ومتجوز بطلة في مي هشام، وكان متجوز بطلة معانا في النادي الأهلي. هي دي الروح، هي دي الروح الرياضية فعلا. فده ملوش علاقه، انا بقدم برنامج في شاشه الاهلي وده شيء يسعدني وشرف ليا. سعيده بيه طبعا، مرحله كانت جديده عليا شويه، لكن الحمد لله لقيت استحسان ولقيت ناس كتير قوي بتتمنى لي نجاح وبتتمنى لي توفيق. بزعل قوي لما بلاقي حد يقول طلعتي اهلاويه فاحنا مش هنتابعك ليه. هو انا حتى لو احنا اختلفنا، الروح الرياضيه الجميله هي اللي تخلي الواحد يتمنى الخير دايما ويبقى فيه كده بينا يعني ايه، انا بتمنى النجاح. وبعدين على فكره احنا لما كاهلاويه، لما مثلا هفترض النادي الزمالك بيلعب مع اي نادي تاني، انا بشجع الزمالك على فكره، يعني ببقى واقفه مع نادي الزمالك ضد اي نادي تاني، وبالنسبه لي له الاولويه، وبنبارك للزملكاويه وبنبقى مبسوطين يعني الدنيا بسيطه ابسط من كده. مش ده اللي هيخلينا نختلف مع بعض في ان احنا نزعل من بعض او ما نكلمش بعض. دي حاجات كلها انا مش قادره اصدق ان دي حقيقه فعلا. طيب انا بس هوري حضراتكم كده، بصوا ما كشتش اهي البرجر، ركزوا معايا حضراتكم. ما كشتش، معلش مخرجنا يا استاذ ابراهيم، ماشي معلش واحده لقطه عشان دي هي اللي بتكشش البرجر. بصوا بقى البرجرايه زي ما هي اهي نفس المقاس، ما حصلش فيها اي كششان، ولازم النار تبقى متوسطه عشان تستوي، لان انا عاملاها بتخانه معينه فتبقى مظبوطه وما تنشفش، يبقى جوه جوسي برضو. انا طبعا هستسمح حضراتكم، هنطلع استراحه، هنرجع بعد الاستراحه هقدم الساندوتش او الساندوتشين اللي هنعملهم مع بعض بالجبنه اللي احنا عملناها، ونبدأ في وصفة جديدة في انتظار حضراتكم.